دكتور سامح عرب، استاذ امراض القلب بجامعه الاسكندريه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، كنا عايزين نتكلم عن انواع العيوب الخلقيه اللي بيتولد بيها الاطفال، انواعها ايه ومخاطرها؟ الامراض الخلقيه هي طبعا زي ما من اسمها هي مشكله بتظهر في اثناء تكون الجنين، بتظهر في القلب، ودي من اكتر الامراض الخلقيه، يعني امراض القلب الخلقيه اكتر من اي حاجه تانيه، وهي مجموعه كبيره جدا، يعني انواع كتير جدا، منهم بتعدوا 50 نوع او هكذا، بس في طبعا حاجات نادره وحاجات منتشره. احنا عاده بنقسمهم لامراض تسبب اللون الازرق، زرقان الجسم اللي هم بنسميه الطفل الازرق، ومجموعه تانيه من الامراض ما بتعملش اللون الازرق ده. عاده اللي بتسبب الزرقان دي بتبقى نوع اخطر شويه، لكن في الفتره الاخيره وهنتكلم عن مصر، في الفتره الاخيره معظم الامراض يعني لا قدرنا نتعامل معها ونقدر ان احنا نعالجها. تمام. هل ممكن تتعالج بشكل نهائي والمريض يعيش حياه طبيعيه ولا؟ معظم الحالات احنا عندنا يعني العلاج فيها حاجتين، يمكن دي الحاجة الوحيدة في كل أمراض القلب اللي العلاج الدوائي مش مهم قوي فيها. مش بقول إن هو مش موجود، لا، بس أقصد يعني مش هو الحاجة الأساسية اللي فيها. مفيش قرص ممكن أبلعه يقفلي سخن، مفيش الكلام ده. هو فالعلاج يا إما جراحي يا إما العلاج بالقسطرة اللي هو العلاج التداخلي. الجراحة فيها مختلفة شوية عن أمراض القلب العادية المكتسبة بقى، اللي هي زي الشريان التاجي والكلام، ان انا الجراح بيرجع القلب لحالته الطبيعيه. الجراحات الامراض الخلقيه لا، احنا يعني بنفصل قلب جديد، لو جاز التعبير، يعني بتعمل وصله من منطقه من حجره لحجرات القلب، الوصله تانية، بحيث انك تخلي الدوره الدمويه ترجع للطبيعي، لكن التشريح بتاع القلب ممكن ما يكونش الطبيعي زي الانسان الطبيعي. تمام. لكن النتائج كويسه جدا الحمد لله، وفي تقدم كبير جدا في السنين الاخرانيه بالنسبه لاخواننا الجراحين. تمام. هي ليها علاقه بالوراثه؟ يعني الحاجات دي بتدخل فيها جينات؟ احنا ما نقدرش نجزم بنسبه 100%، يعني بنبص نلاقي الاخوات مثلا في اخ عنده وفي اخ ما عندوش، طب ليه؟ ايه السبب؟ ما نعرفش، محدش يقدر يعرف الكلام. وان كان زي ما بقول لحضرتك يعني في السنه اللي فاتت على طول يعني اكتشف بعض الجينات اللي بتسبب الامراض دي. ده لسه طبعا يعني ما فيش سنه الكلام ده هيستمر الابحاث عليه. اذا قدروا ان هم يتغلبوا على الجين ده، هو احنا ممكن قوي ان احنا نمنع الامراض الخلقيه. ودي يعني دي في اعتقادي دي هتبقى بريك ثرو، حاجه ما حصلتش قبل كده. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، شرفتنا. ميرسي جدا.